دكتور الياس، أخامك سؤال أخير فقط. نحن نقترب من انتهاء مدة الحجر المنزلي التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة كذلك يوم 19 أبريل. نحن على بعد أيام قليلة، 4 أيام. العديد من الدول مددت مدة الحجر المنزلي، الحجر الصحي. هل تعتقد بأننا متوجهون نحو تمديد مدة الحجر؟ شوف يا أخي، كل بلد واستراتيجيته. في فرنسا مددوا شهر نعم الحجر المنزلي، ولكن في فرنسا ما زالهم تحت الضغط، ما زالهم هناك العديد، يعني مئات الوفيات، آلاف الحالات كل يوم. كل بلد عنده الإمكانيات نتاعو، كل البلد عنده الأرقام نتاعو. لحد الآن الحمد لله ما راناش في وضعية كارثية صحية، ولهذا احنا كلجنة علمية هدفنا هو تقديم المعطيات وتقديم يعني وش نسميناه نظرة استشرافية من الوباء، ولكن القرار يكون بيد رئيس الجمهورية، والقرار يكون بيد مجلس الأمن، وهذا لاعتبارات أمنية واقتصادية، ولكن صحة المواطن يعني قبل كل شيء.